الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البخاري، قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال بهذا الإسناد، وزاد بعد قوله: قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال: نعم. وكان على حذر من أهل مكة، فإنهم قد شنفوا له وتجهموه، يعني وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموه، يعني أن أنيسا يحذر أخاه أبا ذر ويقول له بأن أهل مكة يعني ماذا سيؤذونك لما قد حصل بينهم من وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النووي: قوله شنفوا له بشين معجمة مفتوحة ثم نون مكسورة ثم فاء، أي أبغضوه. ويقال: رجل شنف مثال حذر، أي شانئ مبغض. وقوله تجهموه أي قابلوه بوجوه غليظة كريهة. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان كان رجلا فاضلا، و وكان من فضله أنه لا تخرج منه الكلمة السيئة قطعا، يعني ما هو مثل ما يغضب بعض الناس، ربما يقول للشخص: يا كلب يا حمار يا ملعون يا كذا. فعبد الله بن عون بعيد عن هذا كله. أشد كلمة إذا قالها غضبا من شخص: بارك الله فيك، هذه الكلمة التي كان يقولها عند الغضب إذا غضب من شخص. عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت. من عبد الله بن الصامت؟ كما ذكرنا بالأمس، ابن أخي أبي ذر، عبد الله بن الصامت الغفاري. قال: قال أبو ذر: ما اسم أبي ذر؟ أؤكد لك أنك تعلم، تحفظ الأربعين النووية؟ جندب بن جنادة. قال أبو ذر: يا ابن أخي، صليت سنتين، الرواية الأولى ثلاث، فلعلها كانت سنتين ونصف مثلا، فحين قال ثلاث جبر الكسر، وحين قال سنتين حذف الكسر. صليت سنتين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: فأين كنت توجه؟ قال: حيث وجهني الله. واقتص الحديث بنحو حديث سليمان بن المغيرة. قال: وفي الحديث: فتنافر إلى رجل من الكهان. عرفنا معنى تنافر، يعني بارك الله فيكم أن عندهم متاعهم الذي يحملونه. نعم، رحلوا من غفار وأخذوا صرمتهم معهم، بمعنى أمتعتهم التي معهم من بر وثمر سوير ونحو ذلك،
أثاث ومتاع الذي يأكلون منه ويشربون ويجلسون وينامون إلى آخره. في هناك شخص آخر له صرمة مشابهة معنى أثاث ومتاع، فيقول لأنيس صرمتنا خير من صرمتك، أنيس يقول صرمتنا خير من صرمتك. فاحتكموا إلى رجل كاهن فنظر إلى الصرمتين وكان بينهما أن الذي صرمته أحسن من صرمة الآخر أخذ الثنتين، فكان صرمة أنيس أحسن فأخذ الصرمتين. بغض النظر حلال أو حرام هذا في الجاهلية قبل أن يسلموا. قال فتنافر إلى رجل من الكهان قال فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه، قال فأخذنا صرمته فضمناها إلى صرمتنا. وقال أيضا في حديثه قال فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف قال فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. قال قلت السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام من أنت. وفي حديثه أيضا قال منذ كم أنت هنا، قال قلت منذ 15. وفيه قال أبو بكر أتحفني بضيافته الليلة، يعني هذا التفريق بين الألفاظ، يعني يضبطها الإمام مسلم عليه رحمة الله. وكان الإمام مسلم يعني ماذا حريص دائما في سياق الألفاظ على ضبطها، سواء في السند أو في المتن كما ترون، فيضبط الألفاظ ضبطا جيدا. وأنيس الله أعلم لعله ما طال عمره، أما هو فقد أسلم كما في اللفظ الذي سمعتموه عندما رجع أبو ذر قال له ما عملت؟ قال أسلمت. قال ما بي رغبة عن دينك فأسلم، لكن انقطعت أخباره فما ندري ما فعل الله به، هل مات قديما أم رجع إلى بلده وعاش فيها؟ انظروا في ترجمته هل لهم من ذكر؟ نعم. وآخر الأخ الصالح يكون عونا لأخيه على الخير، الأخ الصالح يكون عونا لأخيه على الخير في الحضر وفي السفر، إن رآه على طاعة نشطه عليها، وإن رآه على مخالفة نصحه وذكره. فالأخ الصالح هكذا يكون، سواء كان أخا في الله أو أخا نسيبا. إذا كان أخاك في النسب أو كان أخاك في الله فهو الذي يعينك على الخير، هو الذي يعينك على الخير ويعزك عليه، ولا تغريه الشهوات والملذات فيفرح أنك تسهل له في الأمر فيتشجع على المخالفة. أحيانا يكون الإنسان ضعفت عزيمته في الخير 25%، شعر أن أخاه
متساهلا صديقه جليسه أخوه في النسب أخوه في الله يسحبه إلى 75% من التساهل، أثر عليه ضعف. نعم، لأنه كان يتحرى إذا رآه يترك التساهل، فرآه يتساهل فتشجع على التساهل، فأعان بعضهم بعضا على قلة الخير، بعضهم ربما يتخفى، يعني قد دفعه الشيطان على غصن قات، معه جليس صديق أخ اكتشف أنه يخزن، ما عاد اكتفى ذاك بالغصن، وجد يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي، أتى برب مربط أو بكيس، وجد من شجعه، على القات، بينما كان يتخفى ويفعل شتى الحيل من أجل أن يخرج البقايا من بين أسنانه حتى لا يفشل، وإذا به وجد من شجعه ودفعه حتى أصبح مخزنا، وبعد أيام مولعيا، بعد من يطفيه مولع نار، من يطفيه ولعته. نعم، فلهذا بارك الله فيكم، الأخ في الله يعينك على الخير، طالب العلم السلفي ما ينجر وراء التخزين، ما ينجر وراء القات، القات شر، أنت داعي إلى الله عز وجل، أنت طالب علم، انقطعت لطلب العلم، المال الذي تشتري به القات استعن به على حياتك، لو تأكل لحما بقيمة القات لعافت نفسك اللحم، لو تشرب بقيمة القات عسلا لانسدت نفسك من العسل، وهذا الوقت حتى ولو كان شيئا يسيرا في نظرك، لو في اليوم ب300 ريال، الشهر ب9000، ما هي قليلة، كيف لو كان أكثر من ذلك؟ كيف لو كان أكثر من ذلك؟ فيا طالب العلم، أنت طالب علم، ربما يحضر الدرس ما عنده الكتاب، والفلوس يشتري بها قات، وقيمة تخزينها في الأيام التي ضيعها بالقات يستطيع يشتري بها كتبا، يشتري بها كتبا. نعم، ربما يكون جنبه من طلبة العلم ما عنده قيمة قلم، اشتر له بقيمة القات، كلام متفاتر وتصدق بها. بعضهم ربما يكون مقطوعا عن أهله، ما عنده من يدعمه ولا من يمينه، ربما ثياب أولاده مقطعة، ما استطاع أن يشتري لهم، وأنت تأكل بها القات، ما عندك رحمة، صدق بها على هذا المسكين. ربما يكون الشخص جاره فقيرا يتمنى أن يشتري لزوجته حبة تفاح يفرحها بذلك، أو لأولاده يشتري لهم قرطاس كليت، وأنت تأكل القات، هذا صلاح، هذه تقوى، هذا دين. نعم، وستجد من الفقراء سواء من طلبة العلم أو من غيرهم. نعم، بعضهم ربما يمر الشهر ما يستطيع يشتري دجاجة، وأنت تأكل بها القات، ما تتق الله، تضيع هكذا. وبجانب أناس من الفقراء
لجانب من الفقراء من في أمس الحاجة إلى هذا. لهذا بارك الله فيكم تجد طالب العلم العاقل لا يمكن يأكل القاتل، لا يمكن. نعم، يا إخوة، بعض طلبة العلم في بعض الأماكن يأكل القات كأنما تضرب رأسه بعصا عندما تقول له نريد أن تمشي الحاضر في مكان كذا. يا الله، المسافة بعيدة. الآن حين جاءت الحفلة، الآن حين وضع رحله وطمأن، كأنك تسحبه على وجهه، إذا بيحرص مشكلة. لا بأس إذا كان المسجد جنب البيت، لا بأس خزلها قبل المغرب خرج، وبعدها يا بلية الناس، نصف المحاضرة نحن حلقهم طحلة، كلمتين قال إيش يبرح له حلقة، يحتاج إلى مقشة تبرح له حلقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا، أشرح لك الواقع، أنا أكلمك على الواقع. وبعدها عندما يكون عنده لحية وجاءت التخزينة ينتفش لحيته مثل ذنب الديك على ذلك. منظر مزعج مزري، منظر مخيف. لولا أن التصوير حرام كان يجعل صورته خلفية جوال وفما هكذا، يعني عبرة لمن اعتبر تعسيرا له، لكن التصوير حرام ما يجوز. شوهت نورك، شوهت سمعتك، عيب عليك. يا أسف. وبعد بعضهم قد ابتلي بهذا يتلثم ودخل المقواتة متلثم كأنه سارق، وبعد يخبي ويمشي رويدا من هنا ومن هنا، ووضعه هنا ووضع واحد بقل من فوقه فعل هكذا علشان يظن انه بقل ومتخفي. نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. انا اتكلم عن واقع. يا طالب العلم ارفع راسك، ارفع راسك. وبعد حفظكم الله، عندما يدخل البيت ويخزن وفي تكتم تام حتى الولد الصغير يلقنه انتبه حد يدري، وزوجة انتبه لا حد يدري، وحذرهم، يسقط من عينهم تماما. أبوه الابن يشعر أن أباه غلطان وخواف، يشعر أن أباه خواف وجبان ما عنده قدرة. يعني المرأة يسقط زوجها من عينها ولو أقنعها وخزنت جنبه، هي تشعر أن زوجها هذا غلطان وخواف، غلطان وخواف، ما استطاع يظهر بما لديه، وأنه أتى بباطل وأنه أتى بغلط. المهم، سقط الأب في نظر أولاده، سقط من أعينهم يوم أن يروه يتخفى بهذا التخفي. نعم، ما يرونه يقول لهم انتبهوا لا أحد يدري أني أكل خبز، ما أحد، ما يقول لأحد انتبه لا أحد يدري أني أكل رز، ما عصر، لكن انتبه لا أحد يدري أني أكل قرد. هذه يشعرون أنها حاجة ثانية، ولو كان الطفل صغيرا ما قد عرف الأحكام الشرعية. وأنت تدرس في ابنك حب القات، أنت تأكل قات، ابنك سيشرب دخان لجل القات، أنت تشجع ابنك على الباطل وتقوم على سوء تربيته، تقوم على سوء تربيته، بارك الله فيه. فعار عليك وعيب عليك، سواء عندك عمل ولا ما عندك عمل. يا أخي بارك الله فيك، لنا إخوة في الله عمال يشتغل من الصبح لليل بدون قات، سواقون يسافر آلاف الكيلوهات بدون قات، بغض النظر إيش ما كان عمله، آتي بعمله على أحسن حال، يعمر، يحفر، كهربائي، سباك، نجار، إيش ما كان يكون، حيث ما كان عمله يكون، قاموا بأعمالهم على أحسن ما يرام بدون قات. نعم، بعد بارك الله فيكم
الشغل من الصباح والظهر بدون قاعات عادي، وهو أطولي هو الطويل، ويقضي على الساعة 2 ومن ذلك الساعة المغرب ما يقع عمل إلا بقاعات. هذا الوقت الأقصر، هذا الوقت الأقصر. ونحن نرى البلاد التي فيها ليس فيها قاعات، الدول التي ليس فيها قاعات عمائرهم أكبر من عمائرنا، قصور وناطحات السحاب، شوارعهم أحسن من شوارعنا، تجارتهم أكثر من تجارتنا، أبدانهم أسمن من أبداننا. إيش معنا من هذا القاتل؟ ابتلانا الله نحن والحبشة والبلاد الأفريقية، ابتلانا الله نحن وهم بهذا الشيء السيئة، إيش معنا من فائدة؟ نعم، إذا رأيت تجمعا في طريق وأنت بعيد تنظر، فهي واحدة من ثلاث احتمالات، واحدة من ثلاث احتمالات: إما حادث سيارة أو مضاربة أو قوزة يبيعون قاتل. هذا إذا رأيت تجمعا من بعد، تتوقع واحد من ثلاث: حادث والناس أتوا يسعفون الموتى أو الجرحى أو مضاربة أو مقواتة. نعم، هذا بارك الله فيكم حال الزحمة التي تراها من بعد. فاربع بنفسك يا طالب العلم وأكرم نفسك وابتعد عن هذا الشيء الدني. نعم، هذا راح نتكلم على مستوى طالب العلم الذي تخزينته 200 300، المتخفي هذا اللي ما يريد حد يدريه. نعم، ما السجارة؟ بارك الله فيك، طوعنا سطحا. أنا أتكلم عن طالب العلم اللي ما يسجرش. أنا يعني أسف أن يوجد طالب علم مخزن. نعم، موجود في بعض الأحيان، أما السجارة فهي بعيد وحالها أشد. أما لو تستعفر قاعات، بعض الناس يخزن في اليوم 2000، وبعضهم 3، بعضهم 4، بعضهم 5. لو جئت تجمعها في العام الواحد فإنها تكفيه للحج والعمرة، ويزيد يشتري هدايا. نعم، ليش ما تحج؟ قال الحج غالي. تعال ننظر، تعال ننظر بارك الله فيك. إذا كان يخزن ب2000، السنة 720,000، السنة 720,000، ما شاء الله، مبلغ جامد، مبلغ هائل. مرة قال لي شخص: أخي يخزن ب10,000 اليوم. قلت له: قل له اجمعها وأنا أبني له مسجدا كل سنة بقيمة التخزينة مع دورات المياه، أبني له مسجدا مع دورات المياه بقيمة التخزينة. فلهذا بارك الله فيكم أناس كثير ضيعوا أنفسهم في القات. لكن أنا أنصح طالب العلم ما يتورط في هذه الشجرة السيئة. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وعلى أماكنكم.